بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشهيد عبد الرسول الحجيري وغيره من الشهداء وما أكثرهم في البحرين، هؤلاء سيقدمون شهادة أمام الله وأمام التاريخ بأن هذه الحقبة السوداء التي حكمها هذا الطاغية وعصابته ستتحول إلى مصدر للغضب الثوري الذي سوف يزلزل أقدامهم ويسقط نظامهم. دماء هؤلاء وهذه الجراح التي مزقت السادة أبناء البحرين لن تذهب هدرا، بل ستظل محفورة بدماء في ذاكرة شباب هذا الوطن. لن يجف دماء الشهداء حتى ينتقم الله من هؤلاء الظالمين الذين لا يعرفون إلا القتل والتعذيب والإهانة والتنكيل بالأبرياء. وبالتالي فإن احتفاءنا بيوم الشهداء في 17 ديسمبر من كل عام أصبح محطة للثوار يتزودون منها ويسيرون على بركة الله من أجل تحقيق الآمال والأهداف، آملين أن يتحقق ذلك سريعا، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الصابرين بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لن يتأخر النصر كثيرا، فإننا نراه رأي العين، وإن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. سيكون ذلك قريبا بعون الله، وسينتقم الله من الجبارين المتجبرين ومن الطغاة ومن المعذبين، وسترتفع كلمة الحق فوق ربوع هذا الوطن، وينتهي الظلم والاستبداد إلى الأبد إن شاء الله تعالى.